2015 تقاضى المنع، المنع ديال ممارسة مهنة الصحافة في المغرب. كانوا عملوا لي واحد التكريم في المقر ديال الجمعية المغربية ديال حقوق الإنسان في الرباط، وكنت مشيت وعلمت، قلت لهم أنا غادي نرجع. 2015 أنا كنت في ديك الوقت كنت ساكن في تطوان، ساكن في تطوان. شكون اللي كيعرفك واش ساكن هنا ولا؟ بوليس وخبرات. ساكن سيدي في تطوان، قلت أنا غادي 2015 غادي نرجع نعمل الجريدة ديالي. أشنو وقع؟ مؤامرة ديال الديكتاتورية، من السلطوية واش من سيدي الحاج، ديكتاتورية منعك سيدي، واخا تقاضى لك ديك المنع 2015، حنا سيدي باقي منعينك، ما عمك تعمل جريدة في المغرب، ما عمك بحال كيقول المداوي، ما عمك غدوي هنا في المغرب، ما عمك غدوي، منع. دونك أنا في 2015 مع جواز السفر ديالي كانت قاضى، قلت أنا غادي نعاود نجدهم. ودابا أولا ديك البطاقة ديالي وديك الجواز ديال السفر ديالي كانوا فين؟ كانوا تصاوبوا بطاقة إلكترونيكا والجواز ديال السفر كانوا تصاوبوا فين؟ في المغرب. ماشي أنا جيت من برشلونة 2015 وجلست في تطوان وقلت غادي نجدد الجواز السفر والبطاقة، لا، هذا كان عندي البطاقة التعريف الوطنية والجواز السفر كانوا تصاوبوا في المغرب، العنوان في المغرب، ها هو الجواز ديال السفر، ها شوفوا العنوان ديالو. فملي مشيت انا عند الشرطة، مشيت عند الكوميسارية، بغيت ديك العمالة كي تهلي القديمة ديال تطوان، مشيت عندو، ديت لهم الفوتوكوبي ديال البطاقة ديالي، ديت لهم الفوتوكوبي ديال الباسبور، شافو هداك، شافو كلشي، عطاوني شهادة السكنة، عطاوني شهادة السكنة باش كنمشي باش كنجدد البطاقة، باش كنجدد أنا الجواز ديال السفر. أنا وصلت للدار وبداو التليفونات، ديك الكوميسار ديال ديك الكوميسارية اللي عطاوني شهادة السكنة كيعيط لي، السي علي أنا مزوج فيك، السي علي مزوج فيك، خصك تجي ترجع لينا ديك شهادة السكنة. على أساس السي كوميسار؟ شنو واقع؟ وأنا هادي الكوميسارية ديالي دايما، أنتم عندكم لافيش ديالي، عندكم كلشي، وانتم عارفيني فين ساكن انا، ولا ما عارفين نتوما، سولوا المخابرات، سولوا للديستي، وسولوا للزيت، فين تعرفي فين ساكن هنا؟ ها السي علي الله يخليك، هادشي بشهود، ولا ما جبتيليش ديك الشهاده ديال السكنه، كيقول لي هذا الكوميسير، غادي تدوني للصحراء. ايوا الصحراء المغرب ولا لا؟ لا، غادي تدوني السي علي للصحراء، صافي، قدم الشهود. مشينا للكوميساريه بالحق، قبل ما نمشي انا كوميسارية شنو عملت؟ ديت عون قضائي معايا، وقبل ما نمشي للكوميسارية عملت دي فوتوكوبي ليغاليزي ديال شهادة السكنة، ليغاليزين كاملين، عملت شي 10، ومشيت عند الكوميسار، أنا والعون القضائي والمحامي، حنا دخلنا تما عند الكوميسار، هو قال لي شوف السي علي، كاين مشهود، كاين كثر مشهود، الحق أنا ما كنبغيش نغرق الناس. ما كنبغيش انا كندافع على راسي، كاين كثر من الشهود، كاين لا بروف فورميل، ما قلتش كثر. حنا دخلنا عند هذا الكوميسير، قال لي شوف اللهم اعطيني ديك الشهاده السكنه اللي عطيت لك، جاوني التعليمات من الفوق. شكون التعليمات؟ التعليمات من الفوق، شكون هو؟ ديك وليد الامن الوليدي. شكون اللي عطى التعليمات لهذا الوليدي؟ هذا وليد الامن ديال تطوان. شوفوا من ديك الوقت هو ديك باقي في تطوان، علاش انتم ما غتفهموا علاش؟ بوسعيد غميل اللي كان المدير العام ديال اداره الامن، والله وديك الكوميسير ما يعطيهش عالي المرض ديك شهاده السكنه، الله غيمشي للصحراء، غنديوها للصحراء. هذا بس الصحراء ولات عقوبه. عرفتي شنو عمل لي؟ قدام الشهود، عندي كثر من الشهود، انا غدا بعد يجي شي واحد يقول لك لا هادشي ما وقعش هكا، نجبد لكم حاجه اخرى. هاد الكوميسير جا عمل لي هكا،
ضرب لي ديك السالو بوليسي ولا ميليتير، لكن انا عندي الوثيقه ديال العون القضائي كيقول البوليس عطاوني شهاده السكنه وحيدوها لي رجعتها لهم. ماشي حيدوها لي انا، رجعتها لهم انا. ما بغيت نتعدى على ديك الكوميسير، ما بغيت نخرج عليه. اما انا شهاده السكنه عندي في يدي، ويجي شي واحد يبغي يحيدها ليا. وكاين شي حوايج اخرين ما خصنيش نعاودهم دابا، دابا يجي الوقت ديالهم نعاودهم على هاد شهاده السكنه. وقال لي ديك الكوميسير، قال لي شوف من هنا يومين ثلاث ايام خلي القضيه تبرد ورجع عندي السي علي، والله حتى نعطيك شهاده السكنه، حلف لي. هاد السيد هذا اللي عطيتو انا شهاده السكنه ديال ديك الاصليه. ملي سنيت انا قلت نثق انا في هاد السيد ولا لا؟ انا ما كنثقش البوليس، ولكن قلت نثق. هذا مسكين هذا هكا غيمشي للصحراء كان عطيه غادي يتحرق تما لتحت. سنيت يومين ثلاث ايام بحال قال لي اربع ايام خمس ايام ومشيت للكوميساريه. جيت مورا ديك شهادة السكنة، ما عندكش الحق تكون عندك شهادة السكنة. علاش؟ علاش ما عنديش الحق؟ وانتم قلتوا لي شهادة السكنة هنا، وانتم ديك لافيش ديالي ديال البوليس هي هنا. واحد البوليسي ديك الكوميسارية جاب لي لا فوتوكوبي ديال لافيش البوليس ديالي ديال الكوميسارية التطوان السكنة ديال با شارع مولاي يوسف في تطوان. ديك الساعات ملي قلت انا اللهم هذا منكر، وشنو انا رجعتكم شهادة السكنة وانتم ما بغيتوش دابا تعطوني شهادة السكنة جديدة. داك الشيء اللي كاين. ديك الساعات خرجت الولاية، ولاية تطوان ديال اللي كان ترأسها محمد اليعقوبي، محمد اليعقوبي عمل واحد البيان. قال لهم حنا فهمتي هذا المهرب تاع علي كيقول لنا عنده الحق تكون عنده شهاده السكنه، الحق هو ما ساكنش في ديك الدار اللي كيقول ساكن فيها. انا عندي قلت لكم لافيش الفوتوكوبي ديال لافيش التصويره ديال الفوتوكوبي ديال لافيش البوليس ديال الكوميساريا ديال تطوان اللي بغات العماله القديمه ديال تطوان كاتبه تما انا علي المهرب ساكن في تطوان. هما ما عارفينش انا كنت مشيت نهار اللي رجعت ديك شهاده السكنه مشيت بواحد العون قضائي. ما عارفينش انا ديك شهاده السكنه عملت عليها دي فوتوكوبي ليغاليزي. ما عارفينش هما هاد السي هذا. ملي قلت لهم اللهم ذنبك ها هي شهاده السكنه. ها هي البطاقه التعريف الوطنيه ديالي فوتوكوبي ديالها. ها هي كتقول انا ساكن في تطوان. ها هو الجواز السفر ديالي اللي باغي نجدو كيقول لك انا ساكن في تطوان. اش جبدت لهم؟ جبدت لهم ديك الساعه اكثر، قلت لهم انا كاين واحد كاين واحد سيركولير ديال عباس الفاسي عطاوها لي عاود شي بوليس. السيركولير ديال عباس الفاسي كيقول فهمتي كيعطي الاوامر ديالو. عباس الفاسي ملي كان الوزير الاول كيعطي الاوامر كيقول لهم شوف هاد الناس هادو اللي كيجيو باش يجدوا البطاقه ولا يجدوا الباسبور ما بقاوش طلبوا لهم شهاده السكنه وما طلبوش انا طلبوا لي شهاده السكنه وما بغاوش يعطيوها لي، عطاوها لي وحيدوها لي. وفين ساكن انا؟ ساكن انا في اسبانيا؟ لا ساكن في اسبانيا. علاش؟ عشان في 2011 مشيت للقنصليه وعلمتهم انا صافي ما بقيتش ساكن هنا في برشلونه في 2011، وكاع عملت واحد اللائحه ديال الحوايج ديالي اللي غندخل معايا المغرب. ها هي شوفوا هاد الحوايج هادو دخلتهم معايا انا المغرب. وفي 2015 ملي ما عطاونيش هما هاد البطاقه وما عطاونيش هاد ما بغاوش يجدوا لي البطاقه وما بغاوش يجدوا لي الجواز ديال السفر، شنو عملت انا؟ انا سلت قلت غادي نمشي لبرشلون شوف برشلون وما نعرف القنصليه تبغي تجدد لي البطاقه التعريف الوطنيه ديالي وتجدد لي الباسبور ديالي. مشيت عند القنصل. شكون هو القنصل؟ القنصل هو دابا اللي هو دابا سفير في الارجنتين. دونك انا مشيت لبرشلون عند هذا القنصل. الدوسي ديالي فين هو الدوسي ديالي؟ انا نهار 2011 دخلت المغرب جيت عندكم قلت لكم الدوسي صافي انا ما بقى عندي دوسي دخلت بحالي المغرب. قال لي هو الدوسي ديالك وهذا الشيء كيعرفوا هاد الدبلوماسيين كاملين.
الناس ديال الوزارة الخارجية والناس ديال الوزارة الداخلية عارفين نهار اللي واحد المواطن مغربي ساكن في الخارج وكيدخل بحالو المغرب وكيعلم هو داخل بحالو المغرب ياك كيعمل واحد اللائحة ديال الحوايج ديالو اللي غيدخل معاه وسورتو سورتو سورتو الدوسي ديالو كيمشي للوزارة الداخلية الدوسي ديالو ديال الباسبور ولا كان عطاه الباسبور ولا عطاه البطاقة التعريف كيدخل المغرب. وأنا مشيت عند القنصل عطاني ورقة شهادة كتشهد بأن الدوسي ديالي ما بقاش ما عندهم برشلونة. إيوا فين غنجدد أنا الباسبور وفين غنجدد أنا البطاقة التعريف الوطنية ديالي؟ ما نقدرش نجدد البطاقة التعريف الوطنية ديالي في المغرب. الوالي محمد اليعقوبي والد الأم لوليدي وكان جا ديك الساعات عبد اللطيف الحموشي كيظهر لي 15 ماي ديال 2015 هو اللي رجع مدير ديال إدارة الأم كيقولوا لي أنت ما ساكنش في المغرب وفين ساكن أنا؟ القنصل ديال برشلونة كيقول لي أنت ما ساكنش أنت في برشلونة. شنو هي؟ هي أنتوما ما بغيتوش تجددوا لي البطاقة التعريف ما بغيتوش تجددوا لي الجواز السفر ديالي أنتوما بغيتو تعملوا لي بحال عمل الحسن الثاني مع أبراهام الصرفاتي وكثر كاع الحسن الثاني كانت عنده الشجاعة باش يقول أنت أبراهام الصرفاتي أنت برازيلي ماشي مغربي. هادو ما كيقولوا والو ما كيقولوا لا انت برازيلي لا انت اسبانيولي لا انت شينوي لا والو. ما نعطيوكش هاد السكنة باش تجدد البطاقة ديالك وباش تجدد جواز السفر ديالك. ودابا قولي لي واش هذا ماشي إجرام؟ فين ساكن أنا؟ فين ساكن علي المرابط في 2015؟ الولاية الولاية والولاية الأمن والبوليس والمخابرات فين ساكن؟ ولا ما ساكنش أنا في ضربة فين ساكن؟ أنتم ما عارفيني وما كتصوروني ثم تابعيني ثم تبعتوني حتى الحمام كيف تقول لي ما عرفتي فين ساكن؟ فين ساكن أنا؟ في تطوان كيقولوا لي جواز السفر ديالك والبطاقة التعريف ما نقدروش نجدهم لك باسكو أنت ما ساكنش هنا. كنقول أنا الولايه وكاع الاستاذ الجامعي والاستاذ خليل ادريسي كتبوا للوزاره الداخليه فين ساكن هذا السيد قولوا لنا فين ساكن باش يمشي يجدد لك ورق ديالو. ما جاوبش. شكون اللي كان الوزير؟ كان محمد حصاد ولا ما سميتو هذا ما كيجاوبش لا هو لا الشقي الدريس دريس ولا الدريس ما سميتو هذا. فين ساكن هذا السيد هذا الشقي الدريس هذا اللي منعني من فهمتي من تجديد الاوراق ديال الهويه ديالي عطى لشي ناس بطاقه تعريف وطنيه ساكنين في الطواليط حاشاكم في المراحيض عطى العائله كامله بطاقه تعريف وطنيه عنوان مراحيض مراحيض عموميه مرحاض عمومي. واش توقع جا هاد عبد اللطيف الحموشي هذا الشامبيون ديال هذا التفكيك ديال الخلايا الارهابيه شامبيون هذا النهار اللي كيبغي المغرب عنده شي مشكل مع هولندا ولا مع شي فرنسا ولا اسبانيا كيتكل واحد البطل فكلين الله يخليك شي خلايا ارهابيه في كيشدوا شي ناس عندهم لامونياك وعندهم السكر كيقولوا انتم كتوجدوا واحد القنبله هنا باش غادي تفرعوا. قال لك في اداره الامن قالوا احنا صافي احنا لقينا الحل صافي باش غادي نبينوا المرابط ما ساكنش في المغرب. فين المرابط كيخرج للخارج وكيعاود كيدخل ولا اللي كتخرج من البلاد وكتعاود تدخل البلاد شنو كتعمر واحد لافيش ديال البوليس في المطار ولا في الحدود هي هادياك. اش كيكتب هاد المرابط نهار اللي كيخرج ولا نهار اللي كيدخل المغرب في ديك البلاصه اللي فيها بلد السكنه الاعتياديه ولا كنت انا كنكتب سما اسبانيا ولا برشلونة كان وحصلوني. انا ديما كنكتب المغرب انا ساكن في المغرب كنعطي العنوان ديال من ديال با
العنوان ديال با. شارع مولاي يوسف اسم حصلو 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 ما عندهم ما يعملوا حصلو. كيفاش السيد عنده جواز سفر بطاقة تعريف وطنية ديالو عطات له الدولة في تطوان، السيد عنده شهادات ديال باه وديال مرات باه كيقولوا هاد ولدي هذا ساكن عندي هنا في تطوان. شنو ما عملوا؟ بغاو يعملوا لي واحد اللعيبة اخر عاود شدوا واحد جوج الناس واحد جوج ديال الرجال وبعثوهم للدار ديال با. ما عملوش استدعاء، كانوا يحطوا دابا استدعاء في الدار ديال با ويقولوا للبا ولا مرات با هاد السيد هذا خصو يجي عندنا اما اليوم اما غدا. وانا تما هنا في تطوان، انا في المدينه العتيقه، انا خدام في ديك الدار اللي كنقول لكم في ديك الدار ديك اللي كنا بغينا نعملوا ديك المشروع تما في تطوان. انا خدام تما في المدينه العتيقه. هما لا، هما جوج ديال الناس ما قالوش شكون هما. دخلوا حتى عند با، دفعوا الباب. شوف هذا بنديه هذه ولا بغيتوا تحسبوها نتوما سبقت بنديه. ما قدموا راسهم لا بوليس لا ما عرفناش شكون هما، واش موظفين ديال الدوله. دفعوا الباب مشوا حتى البيت فين ساكن با. بيت فين ساكن با؟ فين هو هذا علي المغرب؟ فين هو هذا علي المغرب؟ السيد عنده ديك الوقت 2015 باقي له عام ديال الحياه، عنده 97 سنه ما كيسمعش. الناس اللي كانوا كيعرفوا با في تطوان هما كيعرفوا با، مسكين ما كانش كيسمع ياك. ولكن كان الناس كيعرفوا با يقولوها لكم، يقول لكم انا الحاج محمد المغرب ما كانش كيسمع. وصلوا حتى للباب، باب ديال البيت قدام الفراش ديالو، كيقولوا له فين هو علي المغرب؟ فين هو علي المغرب؟ اشوف السيد في الفراش. اشنو هاد الشيء؟ قال لك حنا مشينا عند باه وباه قال لينا هاد السيد هذا ما ساكنش هنا. باغي يقول لكم باه ما ساكنش هنا؟ شكون نتوما بعدا؟ شكون نتوما؟ واش نتوما المخابرات؟ واش نتوما المقدميه؟ واش نتوما القياد؟ شكون نتوما؟ انا ما عرفت انا هاد الناس هادو شكون هما؟ وانا في تطوان. انا عيطت لي مرات با في ديك الدقيقه قالت لي جا واحد الجوج ديال الرجال دخلوا عند باك حتى للبيت. ما كيسمعش كيفاش غيسمع با؟ شنو غيسمع؟ كيفاش بعمل لهم هكا ياك ولا عمل لهم هكا؟ شنو ما كيسمعش، ما هضرش معاهم. عرفتو السيد 97 سنة مشاو كيضيقوا عليه، 97 سنة. وهذا عبد اللطيف الحموشي هو الشاف ديال الديستي المخابرات والشاف ديال إدارة الأمن. وكاين واحد والد الأمن تما في تطوان سميتو الوليدي، وكان واحد الوالي ديال الجهة طنجة تطوان الحسيمة سميتو محمد اليعقوبي. وشنو عملت أنا؟ مشيت قلت غنمشي أنا بحال الإدارة على الطعام أمام هذيك المقر ديال الأمم المتحدة في جنيف. وما عندي حل. وملي حصلوا ملي زوروا ما عندهم ما يعملوا. هذا الشامبيون هذا ديال هذا عبد اللطيف الحموشي قال لك مشى حتى عند هذاك ديال في التيتشين، مشى عند هذاك قاديروف في التيتشين. قال لك هذاك اللي داوه ديك التبهديله ديال قطر. ملي ما لقاو حل، ما كاين حل. ادريس ابيتويل ديال عائلة المغرب، فين كيسكن عائلة المغرب؟ في ديك لافيش البوليس ديالهم كتقول لهم عائلة المغرب ساكن في المغرب، بطاقة تعريف، جواز سفر، ساكن في المغرب. كاين شهادات ديال باه وديال مرات باه كيقول لك هاد السيد هذا ساكن عندنا هنا. اش بغيتو؟ علاش ما بغيتوش تصوروا لي الكور؟ باسكو ما بغيتوش نصاوب جريدة. 2015 سمعتي المداوي 2015 كيقول لك سير بحالك. قالوا لي امشي دابا لبرشلونة، وما عنديش الدوسي لبرشلونة، القنصل كيقول لي ما بقاش الدوسي ديالك هنا، حنا غادي نبعثوه له. عرفتي الخروقات هادو؟ هادي خروقات قانونية، تي ما قال لي عند السيد قال لي لا خصك تدعيهم، غاديهم،
انا ما كنتيقش بديك القضاء، ما كنتيقش انا بديك العداله. اش غديه؟ غديه ما غادي، ما عمرك تربح. كيقول لك الجزائر الجزائر الجزائر، الجزائر دابا دابا كاين صحفيين، كاين صحفيين في الحبس. ابحاث الجزائر دابا كتلقى صحفيين كيعطيهم براءه. صحفيين في الجزائر، انتوما كيعجبكم هذه المقارنه مع الجزائر؟ وفي الجزائر كاين صحفيين كيعطيهم براءه. واش كاين شي صحفي مغربي كيعطيوه براءه؟ ما كاينش، سا نيكزيست با. ايوا دابا ملي لزمت عليهم انا باش يجدوا لي البطاقه التعريف الوطنيه ديالي وجواز ديال السفر ديالي في برشلونه، واخا انا ما ساكنش في برشلونه، انا في 2015 ما كنت ساكن في برشلونه. شكون اللي عنده الحجه بانني انا ما ساكنش في برشلونه؟ هما المخابرات المغربيه، هي اداره الامن. اداره الامن عندها لا فيس ديالي هادي هادي، النهار اللي كندخل المغرب والنهار اللي كنخرج المغرب مقيده هنا. فين ساكن انت؟ فين كتسكن انت؟ دائما المغرب. غادي يعاود لي واحد البوليسي قال لك قلبوا على هذيك لي فيش ديالي كاملين، بداو كيقلبوها ما لقاو حتى شي وحده ابارتيغ من 2010 حتى 2015 ما لقاو حتى شي فيش مكتوبه ساكن هنا في الخارج، ساكن في المغرب. ديك لا فيش البوليس ديالهم اللي عندهم هما. ايوا ويلا كانوا لقاو شي فيش ديال البوليس انا ساكن في برشلونة، وكان عطاوها ل 360 ولا عطاوها لشي جريده ديالهم ديك الصفره باش كيخرجوها، بحال كانوا عملوا مع ديك الصحفيين الفرنسيين اللي كانوا دخلوا المغرب وما كانوش عملوا في لافيش ديال البوليس ديالهم. حنا صحفيين هما شدوا ديك لافيش وعطاوها ل 360، خرج لافيش البوليس. اشوف لافيش ديال البوليس. الناس اللي بانوا في هذه العمليه اللي كانوا عملوا هذا القضي هو بعد عبد اللطيف الحموشي الشيف ديال الدي اس تي. هو هذا السيد عارفني فين ساكن، عارفني فين ساكن، مخابرات تابعيني، قلت لكم انا تابعيني حتى الحمام. الشيف كاع ديال اداره الامن عارفني انا ساكن في تطوان، باسكو عنده لي فيز البوليس، ماشي غير ديك لافيس ديال اللي عنده في الكوميساريه ديال تطوان، عنده حتى ديك لي فيز اللي كندخل وكنخرج. ياك الوالي محمد اليعقوبي ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه، ياك هذاك ديك بوشعيب اغمل اللي كان الشيف ديال اداره الامن، حتى هو هذيك مورد في هذا الشيء. والد ام تطوان الوليدي وشي وحدين اخرين، هادو هما اللي بانوا. ونسيت حصاد هذاك الوزير الداخليه اللي جاي عليه الملك بعدم الكفاءه، هذاك اللي خرج كيقول له هذا عالي المرابط هذا عنده الجنسيه الفرنسيه. ما حتى انت السي محمد حصاد عندك الجنسيه الفرنسيه، علاش ما كتقولهاش؟ ها وانت كاع النهار اللي حيدك الملك، النهار اللي جا عليك الملك هربتي لفرنسا وبقيتي في فرنسا، حتى قالوا لك دخل 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 دخل، ما كاين مشكل. لا لا غير هادشي. انا بعدا مواطن قلت لكم عادي نورمال، تقدر تكون عندي الجنسيه اللي بغيت، ولكن انت كنت مسؤول وزير الداخليه، عندك اسرار ديال الدوله، عندك اسرار الدوله وانت فرنسي. شنو هادشي هذا؟ خصهم يخرجوا يعملوا شي قانون. ما يقدرش شي واحد يكون مسؤول في الدولة هو عنده جنسية أجنبية، أما مواطن عادي أنا ما بغي حتى شي مسؤولية ديال الدولة. ولا خرجوا قانون جديد قولوا تخيروا، إما تكونوا مغربي أو لا تكونوا سبنيولي أو لا فرنسي أو لا أو لا إنجليزي أو لا أمريكي أو لا إيطالي. عملوا هذا القانون الجديد وديك الساعات لابد خصنا نتخيروا. حتى تحصل ندخل في هذه المعمعة. وفين هو دابا؟ شوف هاك يقولوا فرنسية ما عرفتي كيفاش كتقل العربية. الغاز لي ميغ دابا شوفي تأخرت له، دونك كيفاش غادي يعملوا باش ينتقموا مني؟ كيفاش؟ مشاو لي ديك المشروع، عملت واحد الطلب ديال المشروع 2015 واحد الدار مخربة كاملة، مخربة مخربة، صوبتها قديتها بيدي بيدي بيدي. كنت انا تما، انا قلت لكم انا ساكن في تطوان، ساكن في تطوان في المدينة العتيقة. كل صباح انا تما، ما كنسكنش انا في ديك الدار ديال المدينه العتيقه، انا كنسكن في دار با، سكن المدينه العتيقه الدار طايحه كانت. صوبتها قديتها قديتها باش نعمل واحد المشروع باش ناكل في تطوان بلادي. انا ما ديتي فلوسي لسويسرا، ما ديتي البركه اللي عندي لجزر العذراء،
انا ما خرجتش في ديك اللائحه ديال باناما بيبرز باندورا بيبرز مالطا بيبرز، انا اللي خرجت في ديك اللائحه. قولوها لي الله يخليكم باش نمشي نجيب ديك الفليسات. ما خرجتش في ديك اللائحه ديال الناس اللي عندهم الحسابات سريه في سويسرا. حتى كانت عندي واحد الورقه صوبت واحد الدار طايحه، اثار ديال المغرب طايح، صوبت وقديته في بلادي في تطوان. ما مشيت كاع لمراكش ولا فهمتي الازايلا، كانوا قالوا لي شي ناس هذه ازايلا مزيان كيجيو فيها السياح بزاف، حتى انا غنمشي لبلادي تطوان، بلادي البلاد اللي خلقت فيها انا. الدار كانت مخغبه صوبته. واحد النهار كانوا عملوا عليا واحد المؤامره في الدار، واحد الدار حدايا خربه حتى هي، خربه خربه طايحه خربه، والناس اللي ساكنين فيها كاين حكم قضائي نهائي خصهم يخرجوا. هذه الاخوان 20 سنه حكم قضائي نهائي وما بغاوش يخرجوهم باش كياديوني. ديك الناس اللي ساكنين في ديك الخربه كياديوني انا اللي كنصوب واحد الدار، كنصوب واحد الدار اثار، كنصوب واحد الدار في المدينه العتيقه تطوان. اشوف كيف وصلوا هاد الناس. واحد السيده واحد النهار في ديك الخربه اللي معمره بتقابي، واحد السيده طاحت ماتت في واحد الجهه بعيده من الدار ديالي شي 50 ديال الميتر. وبداو كيهنسوا شي ناس، كيفاش غنعملوا باش نلصقوا ديك السيده هذيك اللي طاحت تما، كيفاش غنلصقوها بملف ديال المرض. انا عيطت واحد حد الاركتيكت، عيطت لواحد المهندس معماري قلت له كيفاش هذا الشيء، كيفاش مهندس معماري خدام في البلديه تطوان. قلت له قال لي هاد الناس هادو حمقوا، هاد الناس تسطاو. هنا عندي شهاده ديال مهندس ديال الحديد، الحديد اللي عملتهم هنا باش كيشدوا الدار، ولا تشدت الدار ديالي كتشد الدار اللي حداها. الحق الطروفه ديال ديك الدار هذيك اللي حداها كطيح كطيح كطيح، كلنا كطيح. ودابا شوفوا الدار ديالي مصوبه مضيقين عليا، والدار خربه اللي حدايا اللي حدايا ساكنين واحد الناس فهمتي، وكاين حكم قضائي خصهم يخرجوا ما كيطبقوش. علاش خلاو ديك الناس باش ياديوني؟ باش كيسيبوا عليا الزبال، باش كيزبلوا فيا، باش كيسبوني. انا عندي فيديوهات، عندي شهادات، هادشي هادشي طويل، هادشي خصو باش هادي خصو مسلسل نتفليكس غير هادشي على هادشي ديال الدار. دونك انا عملت هاد المشروع في بلادي في تطوان في المدينه العتيقه، ما مشيتي لازايلا، ما مشيتي الرباط، ما مشيتي لفاس، ما مشيتي لمراكش، في تطوان. واحد المشروع صغيره، واحد الشركه صغيره، عطاوني الورقه ديال الشركه. ملي مشيت للبلديه باش يعطوني ديك الرخصه باش نحل واحد الرياض في تطوان، شنو عملوا؟ مشاو القايد مشا شاف الجيران ديالي كاملين، تما اللي مدورين بيا، قال لهم شوف مشاو عملوا شكايه، عملوا واحد الرساله، ما باغينش هذا المشروع هذا اللي كنت تما في ديك الحومه. علاش؟ انا ما عنديش مطبعه، انا ما عنديش دار العراس اللي كيكون فيها المصدع والغوات، عندي ثلاثه البيوتات، هادشي اللي قدرت عليهم، قدرت نصاوب ثلاثه البيوتات. علاش؟ شكون اللي جا عاود لي هاد القصه؟ ان القايد مشى عند الجيران، واحد الجيران واحد جوج ديال الجيران جاو عندي قالوا لي شوف السي علي، ولا شتي السميه ديالنا لتحت، لا حنا ما باغينش هذا المشروع. القايد جا عندنا لزم علينا، وجا عندي واحد الاخ ديال 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 الجمعيه المغربيه ديال حقوق الانسان ديال اللوكال ديالهم، جا عندي قال لي حنا جبت لنا الخبر بان القايد بدا كيضرب بالناس ديال الحومه، كيقول لهم خصكم تسنيو واحد الرساله ضد علي المغاربه، تقولوا ما عندوش الحق يعمل يعني تما ديك المشروع، مشروع ديال ثلاثه البيوت. واخا ما بغيتونيش، بغيتونيش دابا باش غير ندوي بحال كيقول المهداوي، ما بغيتونيش ناكل في بلادي. اوكي شنو بغيت نمشي بحالي؟ قالوا لي لا، وانت عملتي وبنيتي شي حاجه وما كانش خصك تبنيها. ونحيد اسيدي ديك الشيء اللي قلته، هذه كتسمى ريكونستركسيون، كتعاون تبني واحد الخربه 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 الخربه. الدار طايحه كامله، شوفوا الدار كيفاش طايحه كامله، صوبناها قديناها. قال لك لا ما عندكش حق، واخا بغيتي نطيح ديك الشيء اللي كتقول لي انا بنيته نطيحه غدا.
غدا نجيب ثلاثة المعلمين حيدو الناس الجيران ما بغوش. وهذا الشيء ديال الجيران ولا عقلتو ملي كان هذا محمد حصاد هذا اللي جرى عليه الملك بعدم الكفاءة كومبيتون هذا الشامبيون ديال البوسان ديال اليدين هذا وهذا حصاد كان بعث ديك القدمية وديك القياد في ديك العمارة اللي فيها المقر ديال الجمعية المغربية ديال حقوق الإنسان في ديك الحي ديال لي زوغونجي ديال الرباط وبداو طلعوا عند الناس اللي ساكنين في ديك العمارة كيقولوا لهم سنو واحد الرسالة ما باغينش نتوما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبقى في هذا العمارة ديالكم وفين طاحوا؟ هو اللي فضحهم طاحوا في المرحوم خالد الجامعي باسكو خالد الجامعي كان ساكن في ديك العمارة ديك العمارة اللي فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجاو عنده قالوا له شوف ديك الجمعية خصك تسني وهذا خالد الجامعي قال لهم كيفاش كتعمل الدولة هنا شنو هادي؟ اش دخل الدولة في هادشي؟ وخالد الجامعي هو اللي فضحهم دونك أنا بحالي مشاو عند الجيران كاملين خصكم تسنيو ضد علي المغرب باش يعملش واحد المشروع صغير ديال ثلاثة البيوت باش يمشي بحالو من هاد البلاد باش ميبقاش في هاد البلاد وباش دابا ندويو المداوي وباش غير ندويو ولا ما حتى ناكلو غير واحد البيصر فهمتي ولا شي حديسة باغيناكش تبقى في بلادك واخا اوكي هذه الدولة ديكتاتورية ما باغيش هاد المواطن المغربي يعمل واحد المشروع صغير في بلادو داكور واخا ما بغاش السلطات العليا ما بغاتكش تبقى في المغرب اوكي مشيت بحالي دونك انا مشيت للاداره ديال الضرائب تطوان قلت لهم ها هي الورقه ديال بلديه تطوان كنقول لي ما عطيكمش الرخصه انا دونك ما الشركه هذه صافي غادي نحل انا هاد الشركه ما عنديش واش غنحل انا تكون عندي شركه علاش على الوهم على شنو على الهوى ما عنديش 2016 ديت لهم قالوا لي واشوف اجي عطينا الفوتوكوبي وعمرت واحد الكاري تسمى واحد الكوره تسمى زعما صافي انا كنطلب تحل هاد الشركه وصافي مشيت بحالي انا ما عندي لا محاسب ما عندي لا موظف ما عندي والو باقي ما بدينا باقي ما قلنا بسم الله وما نقدرش نخدم انا وانا ما عنديش الرخصه ديال البلديه ما نقدرش هذاك ديك العمده التطوان ديال البي جي دي هذاك محمد اد عمار ما بغاش يعطيني الرخصه زيروه من الولايات ديال تطوان هذاك محمد اليعقوبي ما عطانيش الرخصه وتقولوا لي ما حقو ما عطاكش الرخصه القانون ما كاين لا قانون لا والو حمزيان انا مشيت بحالي داكو واش بغيتوني نعمل مشيت بحالي ايوا ملي كانت ديك الازمه ديال كوفيد جات واحد البراقه قال لك تما في تطوان انا ما ساكنش تما دابا ما بقيتي ساكن دابا انا ما بقيتي ساكن تما كيقول لك السي خصك تخلص الضرائب انت عندك واحد الشركه من 2015 ياك وعندك واحد الرياض في تطوان وانت ما كتخلصش الضرائب من 2015 لدابا 6 سنين وانت خدام وما كتخلصش الضرائب 6 سنين وانا خدام فوقاش انا خدام انا ما عندي شركه وانا حليت هذه الشركه وانا جبتكم واحد الورقه ديال البلديه تطوان كتقول لكم هذا السيد هذا ما عندوش الحق يحل هذا المشروع هنا وشنو غتقول لي دعوا لكم ديك الكورتات وكتب لي نعطيك انا دي فوتوكوبي وطلبوا مني دي فوتوكوبي ما تقول ليش خلص الضرائب ما نخلص والو شنو غنخلص فين غنخلص وانا ما عندي شركه شنو يقولوا العمدة تطوان علاش ما عطانيش شي رخصه قولوا له اولا عندكم شي حجه انا كنت في ديك الوقت كنت في المغرب ياك كنت ساكن في المغرب وانا خدام في ديك الرياض واخا خصكم تخرجوا هذه الحجه شوفوا الاصدقاء ديالكم ديال المخابرات ديال دي اس تي ولا ديال لاجيد ولا هذوك ديال الار جي شوفوا يعطيكم شي خبر يعطيكم تصاور يعطيكم الحجج وخصكم تقولوا لي خصكم تشرحوا لي اش من ضرائب انا خصني نخلص من فلوس نخلص شنو انا ربحت من 2016 لدابا والدار دابا طايحه
طايحه دابا دابا كطيح بشويه بشويه وطيح. ما عندي فلوس انا باش نعاود نصوبها، الله يهديها. اش بغيتو؟ يوم ما تعيقوش، ما تبسلوش، ما تمشوش بعيد، حتى انا دابا من الحق ديالي نمشي معكم بعيد باش ديك القضاء ديالكم في المغرب هذاك انا ما كنعترف كاع به. تنطيح هذا في شي قاضي باغي يولي حتى هو وكيل الملك في مع في طنطان ولا في اكادير ونجي نمشي نحط له انا الملف وهذا يقول لك لا 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 ما عندكش الحق انت تحط الدعوه واللي يحكم ضدي. انا كنقول الوزير ديال الاقتصاد، كنقول الباترون ديال الضرائب ديال المغرب والباترون ديال الضرائب في تطوان، اش من ضرائب بغيتو نخلصكم وانا ما عندي شركه، انا ما عندي حق باش تكون عندي شركه في المغرب. انا البلد ديال تطوان منعتني نحل ديك المشروع، واش راحوا ليا شنو ربحت انا؟ واش انا كنت خدام تما مخبع؟ وانتم عندكم جوج الزناقي، عندكم جوج المقدميه، عندكم المخابرات، عندكم المخابرات المحليه، المخابرات الوطنيه، المخابرات العسكريه، والمخابرات هذيك المغديه. تصبروا شوفوا واش انا، وانا بعدا ما ساكن تما، ما بقيت انا ساكن تما. هذه الصح انا في 2016 ما بقيت ساكن انا في المغرب. بحق ندخل المغرب ودخولو دوي، انا كندوي من هنا، واعطيني الفرصه ندخل المغرب وندوي. انا قلت لكم الاخوان هاد الناس هادو، هاد حميد المهدوي بعدا غير كيخربق، انا قلت لكم انا كنعطيكم الحجه كيخربق. هاد الناس هادو جاو عليا من بلادي، جاو عليا قالوا لي سير بحالك ما تبقاش انت في هاد البلاد، ما تبقاش ساكن هنا في هاد البلاد. يا مزيان واخا انا مشيت بحالي، وكنتي كطلب ليا الضرائب. علاش؟ وهاد الشيء ديال الضرائب كيجي ملي كنكتب شي مقال اللي كيضايقو ولا شي حاجه كيمشيو، كيجي هاد الحموشي ولا هاد المنصوري، لا سورتو الحموشي في هاد القضيه. مشي كيعيط للناس، تكلم معاهم، شوف واش كاين شي حاجه، شي ملف نقدروا نجبدوا، شوف واش كاين شي حاجه، شي امونياك ولا شي سكار ولا شي حاجه. كل مره بدا كيوجد شي قنبله لا شي حاجه، ما لقيتوش شي حاجه، نشوفوا هذا. المغرب كانت عنده واحد الشركة في 2016، ما عمرها خدمت هاد الشركة، ما عمرها، باسكو البلدية قالت لك لا ما نعطيكش أسيدي مشروع، ما باغيش نعطيوك أسيدي أنت مشروع، أنت مواطن مغربي ما عندك حق في هاد الشيء هذا المشروع هذا. إوا شوف 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 هاد الدوسي. أنا كنقولها الوزير عاود ديال الاقتصاد وكنعاودها، والشاف الكبير ديال المدير العام ديال الضرائب ديال المغرب، والشاف ديال الضرائب تطوان، كنقول له ويلا ما عندكم نتوما وثائق، قولوا لي حنا ما عندناش، فاجي نعطيهم لكم انا، نعطيكم دي فوتوكوبي بالحق القوالب ديالكم ديال الضرائب اللي ما نخلص انا درهم واحد، حتى نخلص انا درهم، انا ما ربحتش درهم واحد، انا خسرت الفلوس، الفلوس ديال الجوائز ديالي اللي كانوا كيعطوني، جبت واحد البركه كانت عندي واحد البركه، انا قلت لكم بزاف ديال الجوائز ديالي هانتي حطيتهم انا تما، حطيتهم في واحد المشروع في بلادي في المدينة ديالي. ايوا هو هذا. الى اللقاء، مع السلامة.